السلام عليكم. في وايد ناس ما تثق في نفسها. على سبيل المثال اي حق شخص اليوم اقول له لبسك اليوم مو حلو، يجيني اليوم اللي بعده مغير كل ستايل لبسه عشان شخص واحد قال له لبسك مو حلو. حبيبي هذه حياتك، هذا انت، هذا لبسك، ما حد يتدخل فيه غيرك انت. بالنسبه لي انا كلام الناس يدخل من هني ويطلع من هني، اكون راضي بنفسي ومقتنع بنفسي واثق بنفسي بما يرضي الله. احد اسباب النجاح تكون واثق من نفسك، ويي بعدها انك تكون الناس تفتخر فيك. ليس الفتى من قال قد كان ابي، خل ابوك يفتخر باللي انت سويته. لا تقول انا ابوي كان كذي اصير نفسه، لا خل ابوك يفتخر بالشيء الجديد اللي انت سويته.